انه اكو رجل كبير نعم يمشي في محاذاه سياج وسقطت طابوقه معينه، يعني الرجل هذا صاحب الدار ما يدري ووقعت على راس هذا الرجل ومات انتهى. بعد ايام ندق الباب عليه يا ابو آل فلان ودوني وانا من جاوي دار فلان يردون عطوه تاخذون، وذولا متهيئين اذا ما جيتوا وما اخذتوا عطوه راح الامر يطلع من السيطره عليه حضوركم. انا كشرع جانب انه السبب انتفاء السبب، انا مو جانب مسبب الموت اطلاقا. صحيح سبب المسبب اذا جاء اجلهم لا يقدمون ساعه ولا يستأخر. ليش تعقد الامر بركبتي؟ انا هذا الموضوع اطرحه لحضرتك ولا السيد ولا ابو محمد حتى يخضع للنقاش. نعم. مثل ما تفضلت من ابو المولده او من اي عمل يهمل هذا الاهمال مرات يتحتم عليه شنو الانصاف. الانسان لازم يبرز ذمته. هاي المشي احنا اليوم كساده نروح على الموضوع نطلع ونقارب وجهات قبل المشي ترى الموضوع هيك نقارب وجهات النظر. نعم. ننظر من باب الشرع من باب اللي الستر مثل ما يقولون لهنا. الانسان احنا نقول له هاي وراك براءة ذمه. اليوم من تمشي اغلب الناس والشيوخ والجاويد تفزع القضايا مشاكل وغيرها، هو اول شيء المذنب راح يحصل براءة ذمه من يدفع الدية وباستحقاق يبرر نفسه ويعترف بالخطيئة. وإذا أخذ ذاك بدون استحقاق ذاك مأثوم. مأثوم تكون عليهم أيضا ذمة. أنا أوصل لك فكرة عن شيوخ العشائر والجاويد، أكثرهم هذا الشيء ما يقرونه. يعني مثل ما تفضل السائق يأجر لواحد سائق كذا، بس شنو تبقى النقطة؟ تبقى النقطة هاي تصير مشكلة. مو فابن الأجواد يجيها من باب المشكلة وإلا قناعة عنده ما مقتنع بهاي القضية بأنه هو سبب هذا. صحيح. السبب مثل ما تفضلت السبب اللي يبلغ عنه الواير اللي يبلغ عنه حتى كل مايله حتى حشاكم مع احترام لكم حتى الحيوانات. نعم. حتى الحيوانات احنا عندنا بالعشار حيوان مثلا فار يعني. نعم. نبلغ عنه، اذا نبلغ عنه يحق لك فصل. يعني لا اللي نقول جاموسر يريد نقول حش اللي اسمع كلب يعاض الان نبلغ عنه وقال لي يا هذا الكلب ترى مو صحيح جاموسه مو صحيح جاي تأذي الى اذت يعتبر سبب. ايه نعم. بس انا مثلا عامل ببيت جاي اشتغل بيوميتي وتوقع عليه طابوقه وموت مو انا صاعد بتاكسي ماجر دي بتاكسي واموت بالسياره يعتبرون سبب. اكثر جاود العشائر هذا ما قارين بس ما يقدرون ينفذون شيء. قرار مو مركزي. احنا غياب القرار المركزي. شنو غياب القرار المركزي؟ مع احتراماتي كثرة الشيخة اليوم هو تشعب الأشياء. تشعب. يعني من يجي العدنان النذير النبهاني ويقول له انت هاي ترى قضيتك باطل لا تدعي هاي الناس، احتمال يروح الغير عدنان يقول له صاحب حق وانا اروح طالب. غياب القرار المركزي النقطة الرئيسية بالسبب، والمبلغ عنه هو يعتبر سبب، والسبب كل من ونسبته نسبه مو كل سبب نسبه. فهذا اللي هسه يسود المجتمع.